Einfluss auf Alkohol, Leben und Verbindung, was die Türkei auch hat. Das heißt, dass man gibt, du schäfst mein Fuß, ein Dokumentar, ich kenne mein Schuh, wie geredet in der Raum, die sind der Fehlsache. Aber ich kenne die Sehne Jusaha, die Ruhigen noch, Dauern waren der Menie, Heiligen, die Mecken, Web, mein Schafseite, Lang, Kodi, Hille, Kahn, Kahuni, der Fehlsache. You can't go back to the rivers. خمولي التأمين الصحي خارج إلى نور في 2018 كان مرة عام 2 سنة 2018. لأول مرة من سنين طويلة جدا نبقى قاعدين بنتكلم على إحنا بنعمل إيه مش عايزين نعمل إيه. Which is a totally different perspective يخلينا نعرف قد إيه الصحة من الأمور التي هي على رأس أولويات الدولة المصرية في المرحلة الآن. برضه شيء يذكر أنه في 2009 كان برضه هناك تصريح للمجلس الأعلى للجامعات بيتكلم على تطوير نظام التعليم في كليات الصحة. تغيير النظام المناهج والتحويل من نظام السنوات إلى نظام الأكاديميك أورز حصل في سنة 2019. الفكرة إن الناس أحيانا لا ترى حجم التغيير الضخم اللي حصل مش اللي هيحصل لأنه كل واحد منشغل في الجزئية الخاصة بيه في دايرته لكن لو رجع خطوة ورا كده وشاف قد إيه هناك تغيير يحدث مش سيحدث هيكتشف إن هناك تركيز حقيقي على تغيير كثير من المعادلات التي كانت تعود تقديم خدمة صحية متميزة ولعل من أهمها كان في وجهة نظري هو عدم وجود جهة تضع معايير حقيقية وترابط تنفيذ هذه المعايير عشان how can you fit in the system. ف وقراءة الأصل بروفيسور دكتور أشرف Where are we النهارده 17 February 2020 from our objective, اللي هو standardization and تأهيل الناس للدخول في النظام. السلام عليكم جميعا ويعني انا سعيد ان انا معاكم النهارده الحقيقه وفي هذه النخبه والكوكبه الحقيقه بجهز يعني معظمه صحيح يمثله قطاع مهم وقطاع الدواء وشركات الادويه ولكن يسعدني ويشرفني فعلا ان انا ابتدي القي الضوء على مشروع التامين الصحي كمشروع وطني قومي ضخم يمثل الحقيقة نقطة تحول في نظام الصحة المصري ليس فقط مفهوم التأمين الصحي كما عهدناه أو الفكر ولكنه الحقيقة هو إعادة تنظيم للقطاع الصحي في مصر وكيف تقدم وكيف تقدم الخدمات الصحية على مستوى الشعب المصري. القانون الحقيقه اشار اليه الدكتور حسام وكان اخذ فعلا فتره طويله جدا جدا ليخرج من النور قانون التامين الصحي الشامل وصدر بالفعل في يناير سنه 2018. نقطه التحول دي كانت مني في القانون اللي انشا مبتدا هذا القانون ثلاث هيئات مستقله هذه الهيئات من شانها تنفيذ وتحقيق التامين الصحي الشامل. الهيئه الاولى طبعا هي الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل والهيئه التامين الصحي الشامل هي
الحقيقه بسهوله عن التمويل لكل هذا المشروع. طبعا هنا لما بنتكلم على موضوع التمويل، الموضوع ليس فقط جمع اشتراكات او يعني فلوس الدوله بتحطها زي ما هنشوف لغير القادرين وغيره، او بتجمع اصول معينه. الموضوع اكبر من كده بكتير، لان انماط الخدمه نفسها، نمط الخدمه نفسه التأمينيه الحقيقه هيتغير تماما بهذا طريقه التمويل اللي اختلفت عن ما سبق في تاريخ الصحه كله، وهي الميزانيه اللي احنا عارفينها ابوابها، باب اول وباب ثاني وباب ثالث، والناس بتصرف والبابليك سيكتور يعني ماشي بالطريقه الروتينيه دي لعشرات السنين. هذا النظام سيختلف تماما وسيتم شراء الخدمه، وهذا يعتبر تحول جذري في التفكير. وشراء الخدمه هنا معناه لابد ان هيئه التمويل تتعاقد مع مقدمي الخدمه. مقدمي الخدمه هنا طبعا يجي للذهن على طول ويتبادر ان هتشتري من الحكومه فقط. لا، الحقيقه الهيئه الثانيه هيئه الرعايه الصحيه هي الهيئه قد نقوم بها تقديم الخدمه، وستكون اليها جميع المنشات الحكوميه تابعة لوزاره الصحه، وستكون مقدم رئيسي للخدمه في المحافظات اللي يتم فيها التطبيق. ولكن الحقيقه البروفايدرز لا يتوقفوا عن فقط هؤلاء المقدمين الخدمه. ده فرق كبير قوي علشان في ذهن حضراتكم اللي يقارن بين التامين القديم او التامين الشامل. طبعا التامين القديم بيقدم من خلال اليونتس ووحدات مستشفيات التابعه للتامين الصحي، لكن الحقيقه ان التامين الصحي الشامل غير ملتزم فقط بان هو يقدم من خلال مستشفيات او الرعايه الصحيه، لا بيتعاقد معاها طبقا لمعايير التسجيل والاعتماد التي تضعها الهيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، هنتكلم عليها بعد بالتفصيل. فالباب مفتوح لجميع القطاعات، القطاع الحكومي متمثل في هيئه الرعايه الصحيه، القطاع الاهلي مستشفيات النون جفرمنتال كلها، والبرايفت سيكتور ايضا كل القطاعات بتاعته، سواء كان أول الصيدليات، معامل المختبرات، العيادات الخاصة، المراكز الطبية، كل هذا الحقيقة مفتوح. وزميلي العزيز الدكتور إيهاب أبو مجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل والمتحدث الرسمي باسم الهيئة بيسعدنا إن هو هيكون معانا وهيتكلم في كثير من هذه التفاصيل، تلقى طبعا اسئله وعلاقات من الناس. انا الحقيقه هذه الهيئه التامين الصحي الشامل هي يعني جوهر اساسي في فكر هذا التامين والسستينابيلتي بتاعت هذا النظام. الناس دايما طبعا يجي اسئله كثيره على السستينابيلتي، واحنا هنقدر نكمل، هنقدر فعلا نغطي 100 مليون، هنقدر نغطي جميع محافظات مصر. حقيقة الأمر أن هذا بحث بكل تفاصيله في الدراسات الاكتوارية اللي اتعملت، والدراسات اللي اتعملت بخصوص تسعير الخدمة وشبكة تقديم الخدمة اتعملت، كل هذه الدراسات وموضوع السستينابيلتي مدروس جيدا. طبعا بيتوقف عليه عوامل كثيرة لنجاحه، ولكنه موضوع في منتهى الأهمية، وإحنا بنفكر فيه بكل دايمنشنز بتاعته عشان نجرب كل ده على موضوع هيئه العامه للتامين الصحي الشامل المنوط بها تمويل هذه الخدمه زي ما شفنا. الهيئه الثانيه هي هيئه الرعايه الصحيه، وهيئه الرعايه الصحيه طبقا للقانون الهيئه الاولى على فكره يشرف عليها رئيس الوزراء. الهيئه الثانيه وهي هيئه الرعايه الصحيه تشرف عليها وزير الصحه. هيئة الرعاية الصحية
بيكون إليها جميع المنشآت الصحية الطبية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة اللي بتخش التأمين الصحي، يعني مستشفيات الوزارة، مستشفيات الأمانة، مستشفيات التأمين الصحي، مستشفيات التعليمية، كل جميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية، كل ده بعد رفع كفاءته من وزارة الصحة. إن وزارة الصحة طبقا للقانون هي المسؤولة عن رفع الكفاءة عشان توصلها إلى المستوى اللي تأخذ بيها الرعاية الصحية. يصدر بهذا قرار من دولة رئيس الوزراء لكي تنضم إلى الرعاية الصحية. إحنا في هذا الموضوع قد تم بالفعل هذا في بورسعيد، وتم تفعيل هذا السيستم في بورسعيد. وزارة الصحة عملت منظومة رائعة في بورسعيد من الانوفيشن، التمييزات، الاستعدادات، رفعت الكفاءة لمستوى كبير جدا جدا في 7 مستشفيات. وجالي برضه اتعمل في مجموعة أخرى 6 مستشفيات منهم تم تسجيلهم ودخولهم النظام. في أكثر من برضه 35 مركز رعاية صحية تم اوريدي رفع كفاءته، تم تسجيل ودخول النظام منهم 22 مركز رعاية صحية أساسية. ومركز الرعاية الصحية الأساسية هنا عايزين نحط على الخريطة الذهنية بتاعت المجتمع أنه مركز يقدم أكثر من 70% من الباكج التأمينية المتفق عليها. ده من خلال ايه؟ من خلال طبيب الأسرة والنظام الموضوع والأدوات والأجهزة التشخيصية الموجودة التي تساعد على تناول حوالي 70% من الباكج بتتعامل معها على هذا المستوى. إذا الرعاية الصحية الأساسية، طبيب الأسرة، ده نظام، مش عايزين نبص له فقط على إن هو مركز أو جهاز، لا، ده نظام. والنظام هنا طبعا له مكوناته، كل الانبوتس بتاعته، سواء المركز الصحي، سواء التكنولوجيا، سواء الهيومن ريسورسز اللي بتشتغل. الهيومن ريسورسز هنا معناها إن أنا عندي أطباء، عندي تمريض، عندي فنيين، عندي إداريين، عندي هاوس كيبنج، عندي كل الفريق ده حقيقة لازم يتوافر ويكون موجود. دكتور أشرف، خليني أستوقف عليك هنا وأروح للدكتور إيهاب أبو المايك. طبعا بعد ما أرحب عليك دكتور إيهاب، هناك سؤال مهم محتاج حضرتك تجاوب عليه، لكن الحقيقة في سؤال حملني إيهابه كل ما أعرفه في قطاع الصحة، فهسأله بس عايز تجاوب عليه سريعا جدا لأن هو ده مش الكور بتاع السيشن، لكن وبعد وهسألك برضه السؤال التاني اللي هو المهم. السؤال اللي حملني إليه إياه الكثيرون هو حضرتك انتهيته فعلا من مسألة تحديد كيف يتم التعامل في الدواء، سعر الدواء، نسب الخصم المستقبلي، ولا المسألة ما زالت مسألة بحث. ده السؤال السريع. السؤال التاني هو هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل إيه بالظبط؟ يعني غير الدور اللي احنا فاكرينه كله هو هي المسؤول عن التمويل، فمحتاجك تشرح لي وتشرح للناس احنا بنعمل 1 2 3 والنهارده في 17 فبراير 2020 احنا عملنا ايه؟ فينا نقف يعني؟ طيب، اولا صباح الخير على حضراتكم وانا اسف على التاخير. الحقيقة الدكتور أشرف عمل يعني overview
هي مش مجرد قانون الجيل 2018 دوت لم ينشئ او يؤسس الى نظام تامين صحي جديد، لا احنا بنعمل هيلث سيكتور ريفورم. حقيقه اللي بينظر في الامر بصوره اوسع هيلاقي انه في اعاده تنظيم لمنظومه التامين الصحي في مصر ومنظومه الرعايه الصحيه بشكل عام. يمكن قانون 2 انشا ثلاث هيئات، ده قانون 150 2019 انشا هيئه الدواء وانشا هيئه الشراء الموحد. فاللي يبص كده يلاقي ان فعلا في اعاده تركيب لمنظومه الرعايه الصحيه كلها. التامين الصحي او الهيئه مش بس مسؤوله عن عمليه التمويل، لا هي مسؤوله عن الدراسه الاختباريه للحكومه، هي مسؤوله عن استدامه التمويل فاينانشال سستينابيلتي زي ما الدكتور اشرف تفضل. وهي مسؤوله عن وضع البيزك انفيت باكج، هي المسؤوله عن وضع الدراج ليست اسينشال دراج ليست اللي احنا هنعتمدها، هي المسؤولة عن الكليم مانجمنت، هي المسؤولة عن الابروفلز والريفيرلز، هي المسؤولية اللي بتضع كل اسس المنظومة. الحقيقة من خلال لجان فنية على مستوى عالي جدا في ولاية عليا للتأمين الصحي عشان رئاسة هذا كله، ثم مجلس إدارة. الحقيقة يعني لا طبعا بتكون دور قوي جدا وكبير جدا. احنا فين النهارده؟ احنا الحمد لله وقعنا شغل مهم جدا، دايما البدايات صعبه، لكن الحقيقه النجاح اللي تم تحقيقه في بورسعيد كان وي ار براود اوف ات. يمكن الدكتور اشرف اتكلم على عدد المستشفيات اللي تم تسجيلها، عدد الوحدات الرعايه الاوليه اللي تم تسجيلها. من الجانب عندنا احنا تجاوزنا 630,000 مواطن تم تسجيله في المنظومه من اجمالي 970,000 واضح لانه الباقيين هم من محدودي الدخل واللي تقوم بسداد اشتراكاتهم الموازنه العامه للدوله. فبالتالي طبعا يعني لو جمعنا ده مع ده احنا مرتين اكثر من تقريبا 82% من المحافظه. ده رقم طبعا عالي جدا، ما عملش انتباه كتير خالص في البدايات. الخطوه القادمه احنا ان شاء الله محافظات المرحله الاولى هي ست محافظات، ابتدينا بورسعيد، ان شاء الله داخلين الشهر القادم على الاقصر، بعدها جنوب سيناء، ثم نرجع تاني للاسماعيليه والسويس، واخيرا اسوان. ده ترتيب المرحله. طيب لسه انت ما جبتش على السؤال بس هرجع لك تاني. دكتور اسلام، هناك ثقافه جمعيه عندنا في مصر ان احنا محتاجين نبدا من الاول، وان احنا في القطاع الصحي ما عندناش حاجه. دكتور هيك مسؤول عن اعتماد المستشفيات التي دخلت النظام، ومفهوم انه في بورسعيد تم مجهود وصرف للوصول بالمستشفيات الى المعايير المطلوبه. لكن هيك مش مقتصر على بورسعيد، هيك بتتحرك على مستوى المحافظات الاخرى وعلى مستوى الجمهوريه مش بس بورسعيد. فمن واقع علمك وخبرتك، باعتبارك كنت قبل كده قمت بهذا العمل في اماكن اخرى، واحنا فعلا ما عندناش حاجه. ما اقدرش نقول ما عندناش حاجه. احنا عندنا نظام صحي زي ما الدكتور ايهاب اتفضل وقال، يعني اللي بيحصل دلوقتي هو اعاده اصلاح او يعني اعاده هيكله للنظام الصحي. واحنا دايما بنحب نسميه فعلا مش قانون التامين الصحي الشرعي، احنا بنحب نسميه قانون الاصلاح الصحي الشرعي. لكن احنا عندنا نظام صحي وكان عندنا تامين صحي قديم وكان دوينج ويل لغايه فتره معينه وبعد بدا يحصل فيه ديتيريوريشن. لكن لا احنا عندنا مستشفيات كويسه، مش هقول كل المستشفيات بس عندنا بعض المنشات الطبيه سواء كانت مستشفيات او وحدات او سواء حكوميه او خاصه بعضها كويس بعضها. خليني اكون اكثر تحديدا من اجمالي في الارقام، من اجمالي المستشفيات اللي حضرتك بصيت عليها والمعتاد، تقدر تقول كم من ما هي نسبه المستشفيات اللي محتاجه انها نبدا من زيرو بوينت، ونسبه المستشفيات اللي او الاماكن تقديم الخدمه الصحيه اللي كان ستارت من 40% 50% 60% واللي فوق ال 80%؟ نسب مش هو انا ما
مش ما احبش اتكلم عن كلام ما تمش دراسته بدل اتكلم عن احنا عملناه بالفعل الحاجات اللي عندي لها ارقام اللي قمنا فعلا بالقيمه. احنا اول ما بدانا في بورسعيد كان الافرج كومبلاينس او متوسط تطابق المستشفيات مع معاييرنا كان اقل من 40%. دلوقتي متوسط معلش ده انقطع هنا خلينا انا اسف لكن لانه ده شيء مهم ويغفل في وجهه نظري عنه كثير من الناس. If you wait the non-compliant, you wait after for infrastructure or if you wait after to administration? لا احنا بنقيم احنا عندنا التقييم بتاعنا علشان نلاقي التقييم بتاعك اقصد اللي لقيته تقول نسبه التقييم 40% للكومبلاينس مش انفراستراكشر. جميل. Can you say that again please? It's not only about infrastructure. فده اللي عايز اوضحه ان احنا مش هيئه بنروح نشوف المكان كتجهيزات وبنيه تحتيه ونشوف المكان ده كويس وخلاص. لا احنا الحقيقه بنقيم الموضوع يعني المنشات بمعايير محدده. المعايير دي في معايير لمتطلبات التسجيل وفي معايير متطلبات للاعتماد. التسجيل فوكس على حاجتين اثنين سيفتي والجفرنس. فوكس بس على السيفتي والجفرنس اللي هي امان وسلامه المنشاه والمتعاملين فيها. مش بنقول المرضى بنقول المتعاملين فيها سواء كانوا مرضى او مقدمي الخدمه او اي حد بيتعامل في هذه المنشاه. سيفتي وجفرنس ان المكان ده محوكم بشكل بحد ادنى من الحوكمه اللي هي تسمح باننا نموف فورورد لمرحله الاعتماد. معايير التسجيل ومتطلبات التسجيل دي خمسه. الخمس حاجات دول اول حاجه هي متطلبات الترخيص ودي اول مره في مصر اننا بنعمل متطلبات الترخيص اللي كانت الدوله بتطبقها بس على القطاع الخاص على الكل سواسيه وقدامنا جميع سواسيه. احنا بنتعامل مع جميع المنشات على بالمساواه مفيش اي فرق بين بيزد اون التبعيه كلهم زي بعض. المعايير الترخيص او متطلبات الترخيص بتطبقها على الكل دي اول حاجه. تاني حاجه اللي بنسميها ان اس ار ناشونال سيفتي ريكوايرمنتس او متطلبات السلامه الوطنيه. متطلبات السلامه الوطنيه دي فيها هي اربع اقسام. فيها قسم على المنشاه والستراكشر لكن فيها قسم على الدواء سلامه الدواء فيها قسم على سلامه العمليات الجراحيه فيها قسم على السلامه العامه بتاعت التعامل مع المريض وتقييمه و و بعد متطلبات السلامه الوطنيه المتطلب الثالث هو ان يكون عندنا اوبريتنج مانوال ان المنشاه دي عندها دليل تشغيل عندها نظام للعمل مكتوب. المتطلب الرابع يكون عندها ليدر شيب في ليدر شيب ريكوايرمنتس لمتطلبات القياده. والاخير وهو تشالنج كبير يعني حضرتك يعني لو الناس متخيله ان مشكلتنا في مصر هي الانفراستراكشر بس هو الحقيقه هو مشكله بس لا احنا المتطلبات المتطلب الخامس مشكله كبيره في مصر اللي هو الورك فورس ريكوايرمنت اللي هي متطلبات القوى العامله او يعني الورك فورس ريكوايرمنتس. احنا عندنا مشكله في الاطباء في التمريض عندنا شورتج في بعض التخصصات في الاطباء كبير فاحنا بنغطي الحاجات دي في الريجستريشن. لما بنرفع بقى مستوى في الاكريديشن لا الموضوع احنا بنشوف المنشاه فروم اي تو زي بمعايير فيري كومبرهنسيف معايير بتغطي كل ما يخص مش بس السيفتي والجفرنس كل ما يخص الجوده والبيشن سنتردنس او الحاجات اللي هي الانفولفمنت بتاع المريض والمجتمع كل ما يخص الجوده. دكتور اشرف يعني one of the problems لتقديم الخدمه الصحيه في مصر هي defragmentation ما بين مقدمين حتى داخل الجهه الاداريه يعني احنا عندنا القطاع الخاص عندنا مستشفيات مملوكه لوزارات او تدرس وزارات مستشفى سكه الحديد مستشفى الطيران مستشفى ومستشفيات مملوكه لقوات المسلحه ومستشفيات مملوكه لجهه الشرطه ومستشفيات جامعيه داخل وزاره الصحه في مستشفيات الهيئه الجامعيه في مستشفيات التحميه في الامانه المركز الطبيه المتخصصه في المؤسسه العلاجيه في القطاع العلاجي داخل القطاع العلاجي في الديفرنتيشن. وحضرتك قلت انه المستشفيات التي
تدخل النظام بيتم حط على الاقل على مستوى وزاره الصحه رغمها هيئه الرعايه الصحيه. فاحنا حلينا جزء كبير من الديفراجمنتيشن، ولكن ده يحدث بعد ان تدخل النظام. فما هو تقييمك لتاثير الديفراجمنتيشن ده على دخول المستشفيات النظام، وكيف تعتبر الاستراتيجيك بلانر ايه التصور لحل هذه المشكله؟ هي المشكله الاول وهنحلها ازاي؟ خصوصا ان القانون قال لي ان الديفريجمنتيشن هيروح بعد ما تخش النظام. طب قبل ما تخش النظام احتاج او هل الديفريجمنتيشن يمنعها من دخول النظام اساسا او يعوض دخول النظام؟ اصل السؤال ده طبعا سؤال جوهري جدا ومهم جدا، لان معظم الناس اللي انفستد في الهيلث كير على المدى الطويل طبعا بتسال نفسها السؤال، احنا مصرنا ايه او البرايفسي بتاعنا شكله ايه، العيادات الخاصه وضعها ايه، المعامل الخاصه وضعها ايه، برضه المستشفيات اللي هي التابعه للجمعيات القطاعات، يعني كل ده اسئله فعلا بتطرح ولازم الجميع يكون عندهم اجابات واضحه لهذا الموضوع. هرجع تاني للتعريف اللي احنا قلناه ان هذا تامين صحي، وتامين صحي لكل شعب مصر، لكل الناس، ل 100 مليون حاليا، ويعني مع بال ما هنوصل للتغطيه الشامله الى حوالي 120 مليون 125 مليون يعني في بعض الاستمتس. فهنا انا بغطي الشعب المصري كله، بغطيني جميع الامراض، ما يعني 99% من الامراض وده داخله في الباكج. بغطيه في كل الاماكن، دي برضو مهمه قوي للتحديد يعني، وبغطيه كمان في جميع الاوقات. يعني الاربعه دول لازم تفتكرهم: all people, all diseases, all places, all times. مسؤوليه كبيره. مين اللي هيقدر يعمل كده لوحده؟ محدش يقدر يعمل كده لوحده. لان احنا النهارده شعب كبير جدا وعريض جدا ومنتشر، وفي كل الايدج جروبس، الايدج جروبس دي بتتعرض لكل الامراض دي، من يعني او الاحتياجات الصحيه، بلاش نقول الامراض على وجه التحديد، احتياجاتها الصحيه بتغطي الدومين كله. فما فيش جهه واحده تستطيع انها تقدم ده كله، ولكن مصر غنيه بالموارد بتاعتها الموجوده اللي بتغطي فعلا الاحتياجات دي. بس هنلاقي جزء منها مثلا اورام متقدمه جدا، هنلاقي مركز موجود مش شرط بيكون في صحراء، الجامعة. ممكن في مثلا في الصعيد، في قلب الصعيد هذا المركز تابع لمثلا ام جي او زي شفا كورمان او غيره. ممكن جراحه القلب، ممكن تروح اسوان تلاقي مركز متقدم جدا مش موجود. فهنا الانتجريشن مثلا هو عكس الفراجمنتيشن اللي حضرتك بتقول عليه، هو واحد من اهم الدايمنشنز في عمل منظومه اصلاح القطاع الصحي. ولهذا القانون اعطى لهيئه التأمين الصحي الشامل الحق في التعاقد والتعامل مع كل هذه القطاعات طالما تم تسجيلها ثم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. ولهذا المنظومة دي كلها احنا لازم نفكر فيها على انها نتورك، والنتورك هنا ليس فقط يعني تعريفها بان هو public private ان جي او الى اخره، لكن كمان عايزين نعرفها برايمري سكندري تيرشري اند كواترنري اولسو اللي هي المستوى الرابع من الحاجات المتخصصه. هيدخل في هنا الجامعه طبعا، واحنا نقدر نشتغل في المستشفيات الجامعيه اللي بتقدم حاليا يمكن 70% من خدمات التيرشري كير للبلد كلها والعيادات المركزه والجراحات طبعا ما نقدرش. هنيجي بقى للقضيه برضه مهمة جدا حضرتك طرحتها وفرضها نفسها بقوة دلوقتي، هي هيئة زي هيئة قناة السويس دي اللي عندها مستشفى رائعة والناس كلها بينتموا ليه، هيكون موقفها ايه في التأمين الصحي الشامل؟ أيضا ده موجود ومدروس والموضوع هيتخش ضمن المنظومة والناس هتتعالج برضه في هذا، وطالما تم تسجيلها ودخولها هيتم نظام مالي للريمبرسمنت از لونج از إنها دخلت اتسجلت في المنظومه. الشرطه عندها مستشفيات الشرطه، هل مستشفيات الشرطه هتدخل؟ ايوه هتدخل طالما هتسجل ايضا. وهل الناس مثلا اللي في الشرطه هيتخصم منهم الفلوس بتاعت الاشتراكات؟ ايوه كل محافظه هتدخل زيهم زي اي هيئه مدنيه مثلا، البنوك الناس دي كلها.
طبعا دكتور ايهاب هيكون في وضع افضل ان هو يقول لنا على التامين الصحي الخاص او الناس اللي هي مؤمن عليها حاليا تامين صحي خاص، وايه الانتجريشن اللي هيحصل بين التو باكجز والكومبلمنتري اكشن. هنا ده اعتقد ان حضرتك ممكن يكون كان الابوريت عليه، لكن انا عايز اؤكد بس للجميع ان جميع القطاعات داخله. صحيح البابليك سيكتور بالامكانيات اللي فيه وزارة الصحة بالمليارات اللي حاليا بتستثمر، ما بقولش تنفق، بتستثمر في إعادة بناء النظام الصحي في مصر، في الانفراستراكشر وفي الاستراكشر وفي التكنولوجي وفي الهيومن ريسورسز وفي الليدرشيب. هرم كده لو تخيلتوه بيبتدي بكل اللايرز دي، مليارات بتستثمر حاليا في هذا الاتجاه، واعتقد هذا الاستثمار سيستمر فور ييرز تو كام، لانه شيء حقيقي بيحصل على الارض. التعديلات اللي بتحصل في المستشفيات حقيقيه، التطوير حقيقي، تطوير الموارد البشريه ايضا موضوع في منتهى الاهميه وتحدي كبير جدا امامنا عشان حضرتك تكونوا عارفين. ف هيفضل البابليك سيكتور ده او هذه الرعايه الصحيه مين بروفايدر، ايوه هتفضل مين بروفايدر، ولكنها كل القطاعات هتدخل وكل الليفلز هتدخل. عايز ارجع بس يعني نرجع تاني للنقطه، عايز الساده الحضور يعرفوا الهيئه الثالثه اللي احنا هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه ماذا نفعل وماذا نقدم لهذه المنظومه، عشان برضو لو هناك اي اسئله او اي كونسبشنز عايزه تتفهم نوصل لها. فلو اذنتولي انا اتكلمت على هيئه التامين الصحي الشامل، اتكلمت على هيئه الرعايه الصحيه، هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه هي الهيئه الثالثه اللي نشات بمقتضى هذا القانون، وهي هيئه مستقله تابعه للسيد رئيس الجمهوريه مباشره، لسبب ان علشان تقدر تكون محايده وتعمل مع الجميع والاستقلاليه كامله لهذه الهيئه. هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه منوط بها اولا وضع المعايير لجميع المنشات الصحيه في مصر. برضو هنا باكد عشان الاجابه على سؤال حضرتك ان ليس فقط المراكز الرعايه الصحيه الاساسيه وليس فقط المستشفيات اللي بتتبادر زيننا، عندنا 10 كاتيجوريز من المنشات الصحيه تم وضع متطلبات التسجيل، ويتم حاليا وضع معايير الاعتماد، هيطلع طلعت المستشفيات تطلع الرعايه الصحيه الاساسيه والباقي هيطلعوا تباعا. فوضع المعايير طبقا لاعلى المعايير العالميه هذا هو المسؤوليه الاولى لهيئه الاعتماد. واحنا فين النهارده في هذا الموضوع؟ تم وضع جميع المتطلبات للتسجيل والبرايمري كير ستاندرز فور اكريديتيشن والهوسبيتال فور اكريديتيشن ايضا تم اصداره. منوط بينا ايضا كهيئه الاعتماد والرقابه تسجيل واعتماد جميع العاملين في القطاع الصحي. يعني ايه جميع العاملين؟ مش طبيب بقى بس، مش طبيب بس، لا ده في فنيين وفي صيادله وفي اسنان وفي كل اعضاء المهنه الطبيه كلهم هيتم تسجيلهم. هيتم تسجيلهم ازاي؟ عشان برضه حضراتكم تكون واضحه في ذهنكم. جميع المنشآت التي يتم تسجيلها بيتم تسجيل العاملين اللي فيها بارلل لتسجيل المنشأة. يعني المنشأة مش هتتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلا لو كانت مسجلة هي كمنشأة واللي فيها أيضا مسجلين. طب المسجلين دول هيكون لهم علاقة بالسكوب بتاع هذه المنشأة، إذا كانت منشأة مستشفى، مركز طبي، مركز تشخيصي، ايا كان، هؤلاء البشر الهيومن ريسورسز لازم يكونوا مسجلين ومعروف هم مين حتى نتاكد ان هذه الخدمه التي سيتم التعاقد عليها مش بس المبنى موجود، مش بس التكنولوجيا موجوده، لا كمان الناس التيم اللي بيأدي الخدمه موجود ومسجل ايضا. اي تعديل او تغيير في شكل الهيومن ريسورسز داخل المستشفى لابد ان يتم اعاده تسجيل او تسجيل او اختار بهذا حتى يتسنى لنا تصحيح الوضع والتعديل. فدي نمره اثنين في المنشأة. عندنا مهمه كبيره جدا فيما يخص كل المنشآت اللي تم تسجيلها للدكتور اسلام، شرح الخمسه ريكوايرمنتس،
مطلوب منها خلال سنة أن تستكمل، مش تستكمل، تمر بالاعتماد الكامل. وما عادش عندنا زي زمان لما كنتوا عارفين ليفلز فور اكريديشن، ات از اكريديشن اور نوت. المستشفيات على سبيل المثال 350 معيار هاز تو بي فولفيل، ملهاش حل تاني. في خلال سنة من تاريخ التسجيل لابد ان هما يكونوا معتمدين. الاعتماد بيتم عن طريق الديفيجن، قسم الاعتماد ولجان الاعتماد، سيرفيرز كومبليتلي اندبندنت، فيري هايلي تريند، علشان يقدم مهمه الاعتماد بحياديه كامله وشفافيه كامله لجميع المنشآت الطبيه. ما يلي بعد هذا هو جناح الرقابه. هناك فكر ايضا معروف عن الاكريديتيشن انه يقولوا ان هو سناب شوت، بمعنى ان انا باجي بعمل الاكريديتيشن في 3 4 5 ايام وبعدين اروح لمده 3 سنين وارجع تاني. كل اللي اشتغلوا في الاكريديتيشن عارفين ان ده تحدي كبير جدا. الحقيقه جه جناح الرقابه والدور اللي يقوم بيه في الرقابه لكي يستكمل هذه الصوره ويعدل من هذا العوار اللي كان موجود. الرقابة هي رقابة للتأكد من الاستمرار الكامل لكل الفول كومبلاينس with all the standards all the time. بمعنى ان هناك جناح في الرقابة اسمه auditing. هذا الاوديت clinical audit، technical audit، managerial audit، financial audits، علشان باستمرار كل الوسائل سواء الانونسد او الانونسد او فيزيتس او تريسرز او كل الوسائل، نتاكد ان هذه المنشاه التي تم اعتمادها ملتزمه كل الوقت بالمعايير. طبعا هناك بقى طبعا مش متوقعين ان الناس هتبقى بيرفكت 100% all the time. هناك سم تايمز ديفيشن، هناك تعديلات، تغييرات، حاجه حصلت وتفر. هناك فرصه طول الوقت للرجوع الى هذا المستوى من الاداء طول الوقت طالما هناك تعديل وتبدل. ولكن اذا وجد ان هناك فساد او شيء متعمد في افساد النظام، هنا ياتي دور اخر للرقابه وهو دور الانسبكتورز او التفتيش الذي يفتش على قضيه حقيقيه موجوده ونشوف اسبابها واسباب اسبابها اللي هي الروت كوزز اللي احنا بنقول عليها. وهذا قد يؤدي الى قرارات صارمه من شانها انها ممكن ان تلغي الخدمه دي كلها، ممكن انها تلغي تسجيل واعتماد هذه الهيئه كلها وخروجها من النظام، ممكن ان كل ده يحول ايضا الى جهات قضائيه ونيابيه للتحقيق في قضايا، ممكن قضايا فساد. هل قضايا الفساد دي او الحاجات دي معروفه انها بتحصل في التامين الصحي الشامل؟ ايوه معروفه، ومعروف كويس قوي ان هناك فروض بيحصل. وطبعا الخبراء بتوعنا يقولوا لنا ان التامين الصحي في اي حته في العالم ممكن يكون في لعب في الكليمز، ممكن يكون لعب في التشخيص، ممكن واحد يأبيوس السيستم كمان، يروح هنا وهنا وهنا. احنا عملنا لستة طويله جدا جدا من اذا كان واحد ناوي يخدع السيستم او يعمل فروض في السيستم هيعمله ازاي؟ وهيعمل كل الميكانيزمات دي على فكره مدروسه وفي العالم وجبناها كلها ودرسناها، وتحط السيستم الايرلي ديسكفري ازاي؟ ازاي ان احنا نبني سيستم ممكن يمنع كل هذا؟ ده الهدف. ولكن should it happen هناك الجناح الرقابي واليد الرقابيه التي تستطيع ان تصل الى هذا وتحقق فيه وتصل الى فعلا اخذ موقف رادع حتى لا يتكرر هذا. فانا هتوقف هنا بس دي ليه؟ لان انا كان يهمني جدا ان الساده الاودينس الحضور يعرفوا ما معنى الاعتماد وما معنى الرقابه، ازاي الاثنين دول بيكملوا بعض عشان في صالح هذه المنظومه. بنرحب بالدكتور محمود شيكدايه Public Affairs Director Advisor Representative of the Pharma Intelligent Other. باعتبارك تمثل الفارما، هل لديكم مخاوف من نظام التأمين الصحي الجديد؟ وما هي هذه المخاوف؟ في الأول أنا بيسألني جدا التواجد وسط هذا الحضور الكريم، وأنا هنا يعني
يمكن السؤال انا هشوفه شويه بالعكس. احنا شايفين اليونيفرسال هيلث انشورنس از اوبورتيونيتي او فرصه ان كل المصريين، وانا بركز على كلمه دول هي كلمه بسيطه من حرفين بس مهمه جدا، ان كل المصريين ياخدوا حقهم من العلاج بالذات للادويه المبتكره، الادويه الحديثه، الادويه اللي بتعالج حالات حرجه. من هنا بيجي دورنا احنا كشركات مصنعه او بنتكلم على مالتي ناشونال فارماسيوتيكال كومباني، ان هي عليها التزامات واجبات. التزامات واجبات دي في توافر هذه الادويه المبتكره اللي بتعالج حالات ضاره. هنا بيجي التشالنج اللي احنا بنواجهه او التحديات، هي دايما موضوع الاسعار. كلنا عارفين ان اي ادويه حديثه او اي ادويه مبتكره عشان تكون موجوده في حاجه زي اليونيفرسال هيلث انشورنس او التامين الصحي الشامل اللي هو بيغطي كل مواطن مصري، ده شيء كبير، شيء محتاج تخطيط ومحتاج تعاون، محتاج بلغه بنسميها شيبنج الانفايرمنت تو ماتش ويز انوفيشن. بصوره مبسطه اكتر، احنا بنشتغل في محورين. المحور الاولاني ان احنا بنشتغل مع الخبراء منهم الدكتور ايهاب ابو المجد فور ذا كابابيلتي اند كاباسيتي بيلدينج، وفي نفس الوقت الجزء الثاني احنا بنشتغل على حاجه بتسمى انوفاتيف ماركت اكسس اجريمنت او بعض المودلز اللي تخلي الادويه بتاعتنا افيلابل ابارت فروم البرايسز. عايزين نخرج من صوره برايس، عايزين نخرج من صوره ان الدواء ده غالي، ازاي يكون في بارتنرشيب وتعاون مشترك مع الحكومه المصريه والاداره في يونيفرسال هيلث انشورنس، بحيث ان الادويه دي تكون موجوده بصوره مستدامه وباسعار مقبوله تتحملها الدواء. الحقيقه في ده محتاج مجهودات كبيره، محتاج شغل كتير، بنبدا نشتغل عليه من دلوقتي، وعندنا الكوميتمنت والفيجن والنظره ان ازاي نقدر نساعد المواطن المصري في انه ياخد حقوقه من الادويه، بالذات لو هنتكلم على ادويه فيها لايف سيفنج زي ادويه الكانسر وادويه الادويه الحرجه الاخرى. بشكرك جدا. دكتور هابي، ويبقى اشهر دواء يرتبط في الوعي الجمعي للمصريين في التامين الصحي هو الحديد والزرقيخ. فالشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة يكاد يكون صورة أكثر وضوحا عند البارتنرز، لأنه حصل تجربة الشراء الموحد للأدوية، وفي نفس الوقت ألا نعود إلى زمن الحديد والزرقيخ، يحتاج الحقيقة إلى إجابة على سؤال. هل لديكم تصور واضح للي قاله الدكتور محمود؟ وهل هذا التصور مكتمل ولا ما زال يحتاج الى اضافات؟ وعند اكتماله هتعلنوه ولا قبل اكتماله هتعلنوه عشان تاخدوا راي الناس فيه؟ ولا الناس هتلاقي الصبح هو ده النظام؟ صديقي الدكتور حسين انت مصر. طيب دعني اتكلم بقى بصوره يعني اكثر وضوحا ممكن، يعني على قد ما اقدر فيما يتعلق بهذا الموضوع. موضوع الدواء هو موضوع حساس جدا، حيوي، واحنا بننظره كمان نظره الحقيقه من منظور سياسي. اولا عايز اقول ان هناك، واعتقد يعني يمكن جزء كبير من الموجودين في القاعة يشهدوا ان في نظرة مختلفة دلوقتي للتعاون مع شركات الدواء. يعني الجزء الأكبر من الموجودين أعرفه معرفة شخصية وتعاونوا الحقيقة يعني معانا، وفي ترتيبات أكثر عمقا لدعم هذا التعاون. ده رقم واحد، وعلى أساس طبعا بحب أشكر الناس اللي هي بتتعاون في هذا المجال. رقم اثنين، ومنها جزء من رد على السؤال الاولاني خالص، طبعا في تصور
كيف ستتعامل منظومة التأمين الصحي الشامل مع ملف الدواء؟ هل هو هنصرف بالجينيريك ولا بالبراند؟ ولو كان يبقى هيتصرف ازاي؟ طب ازاي نقدر نقدم دهوت من غير ما نؤثر على الاستدامة المالية للمنظومة؟ حضراتكم عارفين أكثر من 42% من حجم الإنفاق في التأمين هو على الدواء. والرقم الأكثر رعبا من أكثر من 40% من الفراد في منظومة التأمين الصحي في الدواء. فده ملف شائك. يمكن أحد الملفات الهامة اللي يعني متوليها بنفسي ومعايا الحقيقة لجنة يعني عليا ماسكين هذا الموضوع. فطبعا احنا هذا الموضوع احنا مهتمين بيه. وصلنا للشكل، وصلنا 80% من ملف الدواء وهنتعامل معاه ازاي، انكلودنج الانوفيشنز هنعمل معاها ايه، هنعتمد ايه وازاي وامتى. الحقيقه كل ده برضه من النقاط الهامه جدا اللي احنا وصلنا فيها للحقوق. بس الحقيقه برضه وده برضه من الحاجات اللي تقدر تقول عليها انه اختلاف التوجهات الجديده، انا بحب جدا اسمع السوق جدا. يمكن عشان انا اساسا عضو مجلس اداره ممثلا لمقدمين رعايه السحاب القطاع الخاص، فانا ريبريزنتنج برايفت سيكتور في هذه المنظومه وفي مجلس الاداره وفي اللجنه التنفيذيه العليا. فانا بحب يعني دايما بحترم راي السوق. ما انكرش اخذت افكار من بعض الشركات العالميه وفعلا تبنيتها وفعلا طلع بيها قرار من مجلس الاداره. واستكمالا للمناقشه وعلشان نقدر يعني انا مؤخرين لسه يعني التحديد النهائي لموضوع او لملف الدواء، يمكن حبيت ان انا استمع لكل الاراء المره الاخيره وكانت المبادره مننا، ودعيت الشركات كلها المفروض عندنا ميتنج معاهم يوم 4 مارس علشان تعالوا وقولوا اسمعوا بقى اخر اخبار الملف. لو حد عنده كومنت ملاحظه اقدر اخدها ونبتدي نشتغل عليها. بس بعد كده يبقى احنا عملنا اللي علينا. يعني كده ان الاجابه على سؤالنا عندنا تصور في طور الاهتمام ولم يتم فرض قرارات على الناس، لكن هناك اجتماعات مع البارتنرز للوصول الى صيغه تحقق المصلحه المشتركه الايجابيه. وجزء من الندوه انه يبقى في اسئله من الحضور، وعاده ده بيدار بحاجه من اثنين، يا اما كل واحد يكون يسال، يا اما انه يتكتب الاسئله على ورقه وتروح للمديريه. بما ان انا مش متعود امسك الميكروفون اول مره امسك الميكروفون، مش ناوي اسيبه بعيد، فهنعمل بطريقه ثانيه، لان كل حد هيسال سؤال بس هيقول هو مين ويبعت الورقه وانا اللي هسال. دكتور ياسين، do you think انه لو في الحجم بتاع يعني قانون كان شايف ثلاث هيئات وكل هيئه الماديه بتاعها واضح جدا، لكن انت شايف انه خلال الفتره السابقه هل احنا وصلنا لمستوى من الانتجريشن ما بين الثلاث هيئات مرضي؟ ام اننا هناك سقف المزيد من الانتجريشن؟ واذا كان هناك سقف نعمل ايه عشان ده يحصل؟ اشكرك على السؤال ده الحقيقه، وسؤال مهم. هو في طبعا اجتماعات تنسيقيه بتحصل بين الهيئات مش بشكل منتظم قوي. موضوع الانتجريشن ده مهم، يعني مثلا الدكاتره بيتكلموا على موضوع الادويه بتاعت التيومرز او الادويه الجديده الغاليه وايه اللي الهيئه هتسمح بيه او الهيئه التامين الصحي الشامل هتعتمده. انا هنا كان دماغي بيفكر في دورنا احنا اللي هو ان لما يبقى في دواء غالي قوي المفروض ان يبقى له حاجه اسمها بريفليج، مش اي طبيب بيبقى ريستريكتد على كاتيجوريز معينه من الاطباء، واحنا بنراقب على وصف الدواء ده، يعني علشان نوصل لحاجه زي كده المفروض هم بيبلغونا بالادويه اللي هم محتاجين ان احنا نعمل فيها دورنا، فده اسمه انتجريشن. اوفر في حاجه مهمه انا عايز انوه ليها، ان في مساعي ان يبقى في حاجه فوق الثلاث هيئات، وانا افريد ان ده ممكن يفقد الهيئات فاحنا وي شود كيب استقلاليه الثلاث هيئات. مراقب الخدمه غير مقدم الخدمه غير المشتري الخدمه او الهيئه اللي بتشتري الخدمه هيئه التامين الصحي الشامل.
لازم يكونوا مستقلين، والا هنرجع للتامين الصحي القديم. هو كان بيعمل كل حاجه، كان هو اللي بيقدم الخدمه، هو اللي بيشتري الخدمه، هو اللي التنسيق مهم. واحنا مش بقول ان احنا ان اوبتيمم ليفل وي نيد مور، احنا محتاجين تنسيق افضل، بس بما لا يفقد الثلاث فئات المختلفه. دكتور اشرف، في هاو كومبلاينت يو ثينك ان مقدمين خدمه قادرين انت توصل لهم وهم يوصلوا لك، وقد ايه هم كومبلاينت للدخول في النظام؟ يعني بعد ما اتعلم انه احنا عملنا الساندرد وبدانا نقبل التسجيل، حجم الكومبلاينت من الكومبلاينس من الالتر بروفايدرز، هيك شايفه مرضي ضعيف above expectations؟ لا، هي الاقبال على عمليه التسجيل والتقدم هي شيء رائع جدا وشيء مبشر جدا، وعايز يمكن اقول لحضراتكم ان لحد النهارده تقدم يمكن اكثر من 250 منشاه طبيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه للتسجيل طبعا تمهيدا للاعتماد. هذا الرقم رقم يعتبر كبير جدا جدا بعد ما الناس عرفت ايه متطلبات التسجيل، وانها مش مجرد مساله ورقيه او مساله روتينيه، لا ده في سيرفي وفي ريكوايرمنت وفي ناشونال سيفتي ريكوايرمنت، في طلبات كتير جدا. من ضمن هؤلاء المتقدمين ال 250 او اكثر دلوقتي، تم اعتماد بالفعل، صحيح كنت غلط، او تسجيل بالفعل 45 وحده. من المهم برضو ان احنا نعرف ان الكومباينيشن بتاع هذه الوحدات في مستشفيات خاصه كبيره، والمستشفيات الخاصه الكبيره دي في القاهره، ليست فقط مثلا في محافظه بورسعيد اللي ابتدى فيها. بالعكس، ده واخدين خطوه استباقيه للتسجيل وتم اعتمادهم بالفعل، يعني مش خدوا بس التسجيل ده او اعتمدوا بالفعل. وليس سرا ان المستشفى السعودي الالماني كان لها سبق في هذا، واستطاعوا ما يحققوا فعلا سكسسفلي الاعتماد، واول مستشفى برايفت معتمده من الاعتماد الوطني. المستشفيات الجيش مستشفى كبيره جدا زي مستشفى الاي ام سي مركز الطب العالمي، استطاع ايضا ان يسجل مستشفى القبه، مستشفى القبه العسكري دي في القاهره. المستشفيات الجامعيه بتستعد حاليا وقاب قوسين او ادنى انها تبدا تدخل تباعا في هذا. فنقدر نقول للاستجابه للاجابه على سؤال توات اكستنت الاقبال او الناس بتفكر، ايوه بتفكر، وبيفكروا كمان بخطوه استباقيه ان هم قبل ما المحافظه بتدخل بيكونوا هم جاهزين. فيما يخص المستشفيات البرايفت، عندهم سؤال دايما بيتسال وهو بيبقى فيصل في التفكير بتاعهم، هو موضوع الاعتماد والتسجيل ده هيكلفنا قد ايه؟ ولما ادخل للنظام ده انا هستفيد ايه؟ يعني انا طبعا موضوع الاسعار وموضوع لسته الاسعار والكلام ده موضوع لازم اي واحد برايفت سيكتور بيفكر فيه. ما ننساش برضو ان كثير من الشركات وحضراتكم عارفين وكثير من المستشفيات الخاصه عندها هارد اكسبيرينس من التعامل مع التامين الصحي القديم في عمليه استرداد الفلوس والى اخره. لكن عايزين يعرفوا هو التامين الصحي الشامل الموجود هو نفس النظام بتاع التامين الصحي القديم، وهنستثمر وهنعالج وهنعمل وبعدين ما ناخدش فلوسنا؟ سؤال الناس بتساله كتير جدا. واعتقد الدكتور ايهاب والساده الافاضل في نهايه التامين الشامل بيجوبوا مصر كلها وبيتحدثوا في هذه المواضيع عشان الناس تتفهم. حصل تعاقد مع برايفت سيكتور؟ ايوه. حصل تعاقد مع الصيدليات؟ حصل تعاقد مع معامل تحاليل؟ كل دي بتكمل ايضا المنظومه الى جانب المستشفيات الحكوميه. فيعني اقدر اقول ان الموضوع بيتنامى بصوره كبيره جدا جدا وصوره مبشره جدا، و يعني توقعات باذن الله ستفوق حتى طبعا. احنا قدامنا 30 من السؤالين. الثيرد من دولت هنس نقرا الاسئله اللي واردها من الساده الحضور. طبعا بما انه ما فيش نوايا سيئه بتمر بدون عقاب، فانا مضطر اني افك الفواصل اللي انا شايفها دي والخط الغير مطلوب، بس انا عملته لنفسي. شيل حد من الميكروفون فوق الفواصل دي. طيب
طيب سؤال للدكتور اشرف من الدكتور احمد فقاق امير القضاه بيسال هل لديك الدور في انشاء المؤسسات الطبيه؟ يعني هل في حاجه من الهيئات مش بس الهيئه بتاعت الهيئات، هل في حاجه من الهيئات اللي هي موجوده في نظام التامين الصحي؟ خليني اوسع السؤال، لها دور في انشاء وحدات او مؤسسات طبيه جديده؟ إذا كنت فهمت الجواب صح، جميع المنشآت الحكومية، جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية، المستشفيات، المراكز الطبية، البولي كلينكس، كل ده ستقول إلى هيئة الرعاية الصحية. يعني مش دور، ده هم وزارة الصحة حالياً طبقاً للقانون بترفع كفاءة هذه المنشآت، ثم يصدر بها قرار من دولة رئيس الوزراء لتنتقل إلى هيئة الرعاية الصحية. فهي الموضوع أكبر من دور، ده السيستم كله بيتحول إلى هيئة الرعاية الصحية عشان تنفذ هذا الكلام، وده تم بالفعل بورسعيد. يعني النهارده بورسعيد، مديرية الصحة بورسعيد ووزارة الصحة بورسعيد تقوم فقط بالمهام اللي هي الريجولاتوري والعلاج الحر والبريفنتيف والفاميلي بلاننج والحاجات المقررة في القانون، إنما كل الخدمات، كل ما هو وزارة الصحة اكشلي تحول الى هيئه الرعايه الصحيه. النموذج ده هيتكرر في كل المحافظات، وحاليا بيتم اعداد المحافظات بالسيكونس اللي حضراتكم سمعتوه عشان نقدر نوصل للنقطه دي. الدكتور شيرين استاذ الاداره اداره المستشفيات بالجامعه الامريكيه، والحقيقه مش عارف اعطيه الاسم بس شيز رايتنج اباري ذاتس نوت انجلش ما بعرفوش، بس انا فهمت من السؤال انه is there any role for capacity building لل personnel either على مستوى البروفيشنال بيرسونال او غيرهم؟ يعني هل الهيئات ولا دور في التريننج بروفيشنال ديفلوبمنت كاباسيتي بيلدينج، ولا هناك جهات اخرى في الدوله مسؤوله عن بالنسبه للهيئه العامه لاعتماد الرقابه الصحيه، هيئتنا يعني هي القانون في مانديت علينا في المادة 28 من القانون بتقول ان احنا مطلوب بينا اننا اللي هو نرفع او نأهل المنشآت، نرفع قدرتها او ندعم قدرة المنشآت على التطهير الذاتي. بس يعني احنا بندعم قدرة المؤسسية للمنشآت على التطهير الذاتي. فده الدور ده احنا بنعمله بالفعل، اللي هو بن 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 بندعم قدرة المنشآت الطبية والفرق اللي فيها على انهم يعرفوا يقيموا منشآتهم against our standards and requirements علشان طب
Let me answer the question. The ordinance that appeared, let me take a few hours, one of the minority few hours, was coming from the initiative in a very simple way. The result of an effort is already. And you know, we are building hospitals who've been equipped with a very, very way like in Israel, who is going to do the same with the person. الحقيقه انه برسناتو ينقسم الى قسمين البروفيشنز وي ار توكينج اوف ذا ميديكال تيم ميديكال تيم نوع اوف ذا قانوني له علاقه به من هذه الناحيه مش موجود ما في شيء تقرير صحيح مسؤول عن الكلام ده اساسا في اي حته لكن هناك الدوله بتعمل ايه بقى انا اخرج بقى من مودريتور الى مسؤول في الدوله الدوله بتعمل الجنرال هيلث كاوسل اللي هو زي الجي ام سي الانجليزي بما ان احنا اقرب في تطبيقنا كله للنظام الانجليزي. ف اتس ناو اندر يعني وصل لمرحله ما قبل مجلس الوزراء انه المجلس الصحي المصري اللي هيبقى مسؤول عن البروفيشنال تريننج ما بعد الجامعي التخصصي لكل تيم. وهو ده اللي هيقول ايه البرين ريكوايرمنت وهيتعمل ازاي وايه الفاسيلتيز اللي هتعمله عشان تطلعك البروفيشنال. في جزء مهم برضه لازم بقى فاهمينه هنا هو الجايد لاينز اللي بيحطها الهيئه از مانداتوري مش عشان تشتغلي عليه عشان تقبضي عليه لكن مين اللي بيحط الجايد لاينز المانداتوري اللي هتتحكمي عليها بقى هو الجنرال ميديكال كونسل اللي هنتكلم عليه هو بره بره اللي مفيش حد تامين صحي في العالم بيقول اللي حضرتك عامله ده فلازم يبقى في انذر لو مسؤول عن كونتينيوس بروفيشنال ديفلوبمنت اند ذاتس واتس جوينج اون What's the kind of coordination or cooperation between the نظام التأمين الجديد والquality of personnel اللي هنشتغل عليه؟ يعني هيبقى ايه الفرق ان احنا نفس الناس يعني حضرتك كلنا بنشتكي مثلا ان انا ممكن اروح لدكتور في private sector واروح لحد في public sector وهلاقي انا huge gap of the quality of the service delivered through personnel. لا هو خلينا برضه اقول لك بص scientifically حصل انه الجاب مش موجوده في الدايجنوزز بمعنى انا لو رحت النهارده ديز ان اساسات اناليسيس وي ديد اوريدي مش بحكي على انطباعاتي انا بقول لك وي ديد اوريدي انه لما حضرتك بتجيلي ببساطه كده بتجيلي صبح في القصر العيني وعندي مشكله في ودني بعتبري موطني الاصلي للدكتور ده بشخصك انك عندك اوتاكس ميديا بالفيوتشر ماشي لكن لما بتجيلي في عيادتي بيعاملك بطريقه مختلفه تماما بتلاقي مكان تقعدي فيه بتلاقيني مبتسم بتلاقيني سعيد وبكلمك بشكل مختلف هناك ممكن اسبند 30 سكند عشان اشخصك في العالم ممكن اسبند العمل 7 to 8 minutes اللي هي الستاندرد لكن في النهايه برضه اشخصك بتاعك في الميديا بس however يعني خليني المعامله في الاثنين هو دي بقى الكواليتي اوف كير دول سيرفيس اكمل وبعدين ادي خليني الفرصه يعني وي مونت هكمل بس فخلينا نقول مين اللي لازم انا اتدربت في كليه الطب على الدايجنوز and I was examined على الدايجنوز but I was never examined how to preach to the patient وده اللي حصل في تغيير دي حاجه قانون تاني بقى خالص في تغيير المناهج بتاع كليه الطب عشان كده it's very complicated issue اللي بتتكلمي عليه ما ينفعش قانون واحد يحل انت عارف تعلمي الدكتورز والبروفيشنز how to treat هو بيعمل ايه؟ هو بيمرر ده مش معترض خالص لكن في النهاية ممكن يعني في فلوريدا عملوا ايه لما لقوا حد من القضايا المرفوعة من الأفراد على المؤسسات الصحية عليا اتعملوا مادة نجاح وسقوط في كلية الطب مسؤول عن التدريب مش ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. هو دي ضعف انه بقى عندك في المناهج الخاصة بكلية الطب في حاجة اسمها مواد 10 to 12% مواد مرتبطة بده عشان يمكن تخرجي شخص كيبل انه يعمل ده. هل هناك ناس بتمونيتور وتاوديت على الكلينيكال بريفليج؟ هل ذيس از وايدلي ابلايد؟ ستيل نوت يت فكره الكلينيكال بريفليج اساسا اتس نيولي امبلمنتد ان ذا لو في مصر. فهي اول كلمه تذكر تدخل في القانون المصري له علاقه بالكلينيكال بريفليج اند هو كان دو وات ان وذ وات كايند اوف تريننج دي كانت في شهر 4/2018 اول قانون طلع عندنا بيتكلم عن الطب كان سنه 54
I hope I answered your question. Yeah. Okay. Right. توفير الكوادر اللازمه لنجاح هذه المنظومه. لازم نقر ونعترف ان عندنا نقص كبير جدا في الهيومن ريسورسز، وان التريند سكيلد كومبتنت هيومن ريسورسز في مصر خلال 20 30 سنه اللي فاتت حصل لها برين درين وطلعت وخرجت من البلد، وقدامنا تحدي كبير جدا ان احنا نعرف نرجعها. ولكن اللي موجودين حاليا نيولي جرادويتس والناس اللي شغاله وطالعه في الامل فعلا ان احنا نستطيع ان احنا نعمل برامج اديوكيشن برامج تريننج ونؤهلهم ونوصلهم للمرحله اللي احنا عايزينها. هناك ثلاثه انواع من التدريب او ثلاثه انواع من الاديوكيشن وي هاف تو اكنولج. نمبر 1 الكلينيكال تريننج اللي هو موجود المفروض في التخصصات المختلفه بدءا من الفاميلي ميديسن والتخصصات المختلفه والسبيشاليتي والسب سبيشاليتيز. ده طبعا لابد ان هو بيتم بالطرق السليمه الشرعيه اللي هي الجامعات بتقوم بيها، وطبعا في برامج زي برنامج الزماله وفي برامج تدريب حاليا بتتم برضه عن طريق ارسال بعض الدكاتره الفاميلي ميديسن لانجلترا وارجاعهم واستمرار كل ما هو كلينيكال لابد ان هو يتم من خلال الشانلز اللي الدكتور حسام ايه وصفها، علشان دي ناس هتبقى مسؤوله كلينيكالي عليه. بيكمل هذا الموضوع موضوع الكلينيكال جفرنس والكلينيكال جايد لاينز والبروتوكولز اند كلينيكال ستاندرز. هنصل في اي ماده نضع كلينيكال ستاندرز الناس لازم تلتزم بيها. كلينيكال ستاندرز مبنيه ايفيدنس بيست كلينيكال ستاندرز مبنيه على الدليل وعلى القران. الناس لازم تشتغلها وتشتغلها بطريقه علميه مظبوطه. الكلام ده مش هيبقى اوبشنال، مش هيبقى بس كده يعني يعملوه يا ما يعملوش، ده له كونسيكونسز. وهيئه التمويل اللي هتمول الخدمه هتمول بناء على هذه الجايد لاينز والبروتوكولز فهتصبح منسبه، فلازم الناس تتعلم ازاي تطبق هذا الكلام. كل الناس دي برضه لازم تتعلم بيزك لايف سبورت وادفانس لايف سبورت وتشتغل صح. الفكره هنا ان فكره التأمين الصحي كلها مبنيه على انك تعمل الحاجه الصح بالطريقه الصح all the time عشان نقدر نصل للإفكتيفنس المطلوب والأوتكمز المطلوب. لن نصل لهذا الا بكومبتنت ورك فورس. كومبتنت ورك فورس الكومبتنسي دي كل الطرق دي النهارده بنشتغل عليها واصبحت على قمه اولويات الدوله. ده النوع الاولاني من التدريب. النوع الثاني من التدريب هو نوع السيرفيس بروفيشن اللي هو كل ما يتعلق بتطبيق المعايير والكواليتي. لما نيجي هنا مش فكره كواليتي اكسبيرتس او كواليتي بروفيشنالز اللي هو بيعرف بي دي سي اي ويعمل بيرفورمانس امبروفمنت والكلام ده كله. ده كل ده جميل وجمع الاجتماع علمت فيه وحفظناه او السي تي اتش كيو كل ده جميل جدا. لكن لما تيجي تشوفوا الستاندرز، الستاندرز الحقيقه بتغطي كل شيء في مجال تقديم الخدمه من اول بيشنت سنتر كير للاسسمنت للاكسس للانفكشن كنترول كل هذا. ده نوع مهم جدا من التدريب. هيئه الاعتماد والرقابه داخلين بقوه شديده جدا في هذا وديفلوبينج بروجرامز كولد اي جي كاب ايجيبشن سيرتيفايد اكريتيشن بروفيشنال هيغطي الى حد كبير جدا هذا الاحتياج. النوع الثالث من التدريب بس موضوع مهم جدا. النوع الثالث من التدريب هو التدريب على اداره منظومه التامين الصحي. نحن ليس لدينا في مصر كم كبير من القيادات الاداريه التي تفهم وتطبق وتستطيع ان تدير منشات من فكر التامين من اول موضوع الكليم مانجمنت والسيرفيس والكاستمر ريكوايرمنت وإدارة الموضوع بعقلية تأمينية مش عقلية حكومية اللي هي اللي يوست تو. احنا محتاجين كمية كبيرة جدا جدا من التدريب على هذا. أعتقد ده أيضا هيفتح الباب لكل المؤسسات أن تساهم في هذا النوع من التدريب. أعرف هنا بس دي علشان نقدر إيه. ثانك يو ثانك يو دكتور هيبة مكتر. أنا عايز أسألك سؤال أخير من الدكتور جوزيف بطرس بابليك ما هي علاقة
وهل هناك ربط بين الاثنين؟ طيب هو ده سؤال ذكي. انا بس بما ان في ناس من الجامعه الامريكيه موجودين واستكمالا للنقطه الثالثه اللي قالها الدكتور اشرف، الحقيقه كان بيني وبين النقاش بتاعت النقاش في هذا لازم نهتم بتدريس فن الهيلث انشورنس، الهيلث فاينانس، الهيلث ايكونومكس. جماعه سبقتكم احنا عاملين اويرنس جامد للاندر جراد والبوست جراد، الميزه سبقتكم السبعيني سبقتكم. دلوقتي انا مع كليه طب القوات المسلحه بيدرسوا قصص، فالمفروض برضه الحقيقه يعني مرجوك تهتموا بالموضوع ده. بالنسبه لهذا الشراكه حاجه من الحاجات المهمه جدا. انا بس في سؤال سريع كده يمشي مع اللي انت بتقوله، انه في حد طالب انه يبقى في كمان تنسيق مع الجهات اللي بتقدم الخدمه زي الجامعه الامريكيه للخدمه التعليميه زي الجامعات وكذا، ان يكون ده جزء من البرامج التدريبيه اللي موجوده بشكل اساسي في الجامعات. ده سؤال المفروض يعني. طبعا مش برامج تدريبيه الحقيقه. الجامعات اللي انا ذكرتها دخلوها في الكريكولم، وكل واحده منهم بعتتها للجامعه عامله معاها افيليشن بره ورجع الموافقه وشغالين بقى لنا سنه للاندر جراديت كمان، يعني كليه الطب دلوقتي بيدرسوا ثلاثه موديولز دول. فالحقيقه يعني ده ممكن تهتموا بيه، صيدله ابتدت تهتم بيه وحتى درسوا الانجليزي السنه الجايه، بزنس ابتدوا ياخدوه من حته او سوري الايكونومكس يعني بياخدوها من حته الجلد الايكونومكس. الحقيقه موضوع مهم جدا جدا يعني يمكن مهتمين بيه كدوله، عندنا توجيهات سياسيه بهذا زياده الاويرنس وطلع لي كوادر وكفاءات من الاندر جراديوت. وبرضه واحده الفئات المهتم بيها شخصيا يمكن برضه كثير من الشركات يعني مشتركه معانا ومع الهيئه ومع المجتمع المدني في ان احنا نعمل اويرنس في مصر كلها. بالنسبه لهيئه الشراء ده موضوع مهم جدا، يمكن دكتور حسام انت كنت لسه حاضر معانا ايفنت مهم عن البيريال بيرشز كوبريشن، كان فورم الحقيقه شرفت برئاسته وكنت داعي يعني كل البيريالز الموجودين مع الحقيقه هيئه الشراء في تنسيق على اعلى مستوى. هناك اجتماعات حقيقه دوريه اتفقنا اخيرا مع اللي هو بهاء معانا الحقيقه في المؤتمر وكمان في اجتماع خاص احنا انشانا لجنه عليا مشتركه ما بين الهيئتين الحقيقه للتنسيق في هذا الملف. مش كده وبس، احنا عملنا نفس الموضوع مع هيئه التامين الصحي الحالي، اصبحت الهيئتين التامين عندنا لجنه مشتركه اللي هي اللجنه العليا اللي حضراتكم تعرفوها اللي بتعتمد دواء بتعتمد نيو ديزيز ايجنتس تعتمد نيو لاينز اوف تريتمنتس علشان ما حدش يفكر ان هيئه التامين الصحي الشامل لسه بتتكلم بورسعيد عندها يا عيني كام مواطن. لا حضرتك بتتكلم على الجمهوريه كلها وانا كنت مصر على ده عشان يدي قوه. اخر سؤال انا اسف بصراحه على سؤال كتير جدا بس يا رب ماشي بس بعمل دكتور محمود. السؤال بيسال هناك احتياج الى او هناك تطور في الادويه بالانجليزي برضه مشكله الانجليزي معقد يعني. هناك تطور في الادويه يحدث يوميا. و there is drug new drug every day. فهل فارما بارت عندهم من الكوردينيشن اللي يخليهم to work hand in hand للتعامل مع هيئه التامين الصحي للوصول الى the best drug with the best price for the patient؟ ولا الانترنال كومبيتيشن هيجعل ده حاجه صعبه للتطبيق في ظل مقوله التامين الصحي؟ ده اللي انا فهمته ازاي. هو الحقيقه انا بشكر اللي سال السؤال ده لان ده سؤال مهم جدا وهو ده الاساس اللي احنا بنحاول نتعاون معاه هيئه التامين الصحي الواحد وبالذات الجزء بتاع البروكيورمنت. الجزء ده مهم جدا لانه اعتقد ان هو اونجوينج ورك هو يكون في موديل للبروكيورمنت وازاي الادويه هيتم الشراء وهل هتبقى مالتي كرايتيريا ديسيشن ولا ات ويل بي برايس دريفن تندرز. النقطه الاساسيه دايما احنا في الشركات بيبقى عندنا الادويه المبتكره الحديثه ادويه الكانسر الحالات الحرجه الادويه دي اسعارها بتبقى موحده اوفر ذا وورلد بالذات في الفتره الاولانيه. ومش عايز ادخل في قصه البرايس استراتيجي ازاي وي ار ديفلوبينج برايس استراتيجي بيست على جي دي بي بير كابيتا في كل دوله. بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا عندنا جزء بنسميه التعاون او البارتنرشيب ان احنا ممكن الادويه دي بنوفرها باسعار
مناسبة جدا في إطار ميموراندم أوف أندرستاندينج، تعاون مع الهيئة نفسها بشروط معينة، وعندنا أكثر من موديل بيساعدنا على التعاون ده. ده بيخلينا نخرج من إطار الأسعار اللي هو أنا ببقى دايما واقف عند ستاندر ما بقدرش أغير أو بقدرش أغيره. أنا يهمني حاجة واحدة، البيشنت أو المريض نفسه. المريض له حق إن هو وظيفة فيه أدوية جديدة ستيتوس آر موجودة إن هو يقدر تو أكسس الأدوية دي. بالمودلز اللي أنا كلمت عنها وفي أكتر من اسم الحقيقة، كان عندنا حاجة بنسميها تيرينج مودل، البورتفوليو أجريمنت، الكابينج مودل، يمكن زمايلي في الأكسس يفهموا الحاجات كويس أوي. دي كلها بتساعد لما بيكون في تعاون مشترك، مذكرة مشتركة بتتمضى مع هيئة التأمين الصحي، إن الأدوية دي بتوصل بأسعار معقولة جدا وبيستفاد منها في الآخر البيشنت، وهو ده الإجابة الصحيحة. يعني في النهاية تو سامرايز، إنه إحنا هناك كونسنسس واضح وقوي على أن هناك تغيير حقيقي يتم في المنظومة الصحية. هناك وضوح جدا لعمل الهيئات وأهميتها الثلاثة في تغيير مش بس مفهوم التأمين الصحي لكن مفهوم تقديم الخدمة الصحية في مصر. There is a lot of work is done ويجري. We need more clearance من الناس، محتاجين نتكلم أكثر عن المواضيع دي مع الناس، محتاجين يبقى في more collaboration. Some of the fine tuned things محتاجة to be directed مع بين الهيئات وبين بقية الجهات. بشكر استاذنا الدكتور بشار اسماعيل، يعني وان اوف ذا انترناشونال اكسبرتس في الهيئه. بشكر الدكتور اسلام نائب رئيس الهيئه، والحقيقه اللي يعني اللي اشتغل مع اسلام بيعرف قد ايه هيز بروفيشنال اند هيز ديفوتد، وانا ليا الشرف في حاجه زي كده. دكتور ايمن باكت يعني الرجل المهام الصعبه والشخص الحقيقه اللي كل لما بشوفه يتكلم في موضوع بحس متقن ما يتحدث فيه، والحقيقه عنده رؤيه وحقيقه اشكرك جدا. دكتور محمود خيرو بديل الحقيقه، وطبعا نتمنى لزميلنا العزيز الشفاء برضه ما يكونش كورونا، لكن احيانا تاتي المصائب اللي تدينا مدورات كده زي حضرتك. الاودينس انا سعيد جدا بكميه الاسئله، وده معناه انكم متفاعلين، ولقد تعلمت منكم انني لن اطلب الاسئله على ورق تاني واخلي كل واحد يسال بعد كده. Thank you. Thank you.